عندي محمد عمره 3 سنين، كان مريض وعنده فتحتين بالقلب. طبعا كانت حالة كتير كتير صعبة علينا، ووقت قالوا لنا انه بدنا نشق الصدر ونطالع القلب لبرا ونشخص العملية لحتى يقدروا يسكروا الفتحة، وقت عم بيخبروك انه ابنك راح يوقف قلبه 20 دقيقة انت بتقول خلاص بدي فقد الحياة يعني. طبعا الفضل لله والفضل للإمارات العربية المتحدة ولإمارة دبي وللشيخ محمد كمان الله يطولنا بعمره، وشكر كتير كبير لمستشفى الجليلة ساعدنا بهيك مواضيع، والحمد لله الطفل قدامكم والحمد لله رب العالمين، الأمور كلها تمام الحمد لله.